السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع قالمة لنقف على الأشغال تاع الإزدواجية تاع الطريق الوطني رقم 16 اللي يربط مدينة قالمة إلى حدود ولاية تاع قالمة مع ولاية سوق هراس، وذلك على امتداد مسافة 47 كيلومتر. وهذا الطريق من نوع ثاني، زوج أروقة زائد شريط الوقوف الاستراري زائد كل استلزامات تاع على سيكوريتي. اذا والاشغال كما نلاحظ في الصور مازال حوالي 50 أو 60%. المشروع هذا يعني بطيئة الاشغال فيه. اترككم مع هذا الفيديو، السلام عليكم.